السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة، وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا اتكلمنا عن الفرصة التقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة، وان شاء الله يكون معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وكمان كنا اعلنا عن خدمة، الخدمة دي كان هدفها المساعدة في التقديم لأي منحة وفرصة أنت عايزها. طبعا احنا بنعرض فيديوهات على القناة بتاعتنا شرح لكل الفرص وطريقة التقديم ليها، تقدر تقدم بنفسك أو تقدم من خلالنا اللي احنا نساعدك في التقديم، وده بيرجع ليك طبعا في النهاية. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن الفرصة بتاعت النهاردة. هي فرصة تدريب في اليابان مقدمة من كيوتو، تمام؟ دي اسم الفرصة، خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. الدولة المانحة هي اليابان، طبعا دولة قوية جدا. الجهة المانحة هي كيوتو يونيفرسيتي، تمام؟ دي جامعة موجودة في اليابان هي اللي عاملة فرصة التدريب دي للطلبة من أنحاء العالم. مدة البرنامج ده شهرين، البرنامج ده مدة شهرين هيبدأ من 9 يونيو حتى 8 أغسطس. طبعا هو برنامج تدريب صيفي والبرنامج ميعاده كويس جدا بالنسبة للناس اللي بتدرس حاليا، فبعد لما يخلصوا دراستهم يقدروا إن هم ينضموا للبرنامج ده، تمام؟ التمويل بقى، تعال نتكلم عن التمويل بتاع الفرصة دي. صراحة التمويل بتاعها ممتاز جدا. هتاخد تذاكر طيران مجانا ذهاب وعودة، يعني هيكون في تذاكر طيران من بلدك، يعني لو انت هتطلع مثلا من دولة الأردن مثلا، فمن الأردن لحد اليابان تذاكر الطيران عليهم، وبرضه تذاكر العودة لبلدك هتبقى عليهم. هتاخد مرتب مقداره 180 ألف ين ياباني بتعادل بالدولار 1644 دولار، يتم إعطاؤه لك على مرحلتين. المرتب ده هتاخده على مرحلتين، هتاخد 90 ألف ين ياباني في منتصف البرنامج يعني بعد لما يعدي شهر، وفي اخر البرنامج هتاخد 90 الف ين ياباني تانيين. دي بس كده ك يعني مكافأة او تحفيز ليك، او ك يعني اضافة، يعني لو تقدر تستخدمها انت في مصاريفك الشخصية او هكذا او اي احتياجات ليك. كمان هيتم توفير سكن ممتاز جدا هتوفره الجامعه بالمجان، هيكون في سكن ممتاز، وكمان هم ناشرين على الموقع بتاعهم الرسمي صوره للسكن هيكون ازاي، وصراحه انا شفته سكن ممتاز جدا، برضه هوريه لكم لما نيجي نتكلم عن الموقع الرسمي ونشوفه. كمان هيكون في رحلات الى الخارج لمشاهده المدينه والاستمتاع بطبيعه اليابان وهكذا، يعني مش هيكون كله دراسه بس، لا هيكون في زي رحلات ثقافيه ورحلات برضه لزياره المدينه وزياره مدن اخرى في اليابان. هنا انا حاطط لكم التخصصات المتاحه، في تخصصات ومجالات كتير تقدر انك تاخد التدريب فيها، وتقدر تاخد التدريب حتى لو انت يعني درست تخصص غير التخصص اللي انت عايزه في التدريب ده، يعني تقدر تنضم لتخصص تاني عادي، ولكن على الاقل لازم يكون عندك خبره ولو قليله في هذا التخصص. تعالوا نبص كده على التخصصات، هتيجي تلاقي كلمه هنا تضغط عليها عشان يفتح لك ملف التخصصات. ركز بقى معايا، هتلاقي هنا كلية العلوم، كلية الطب، هتلاقي تخصصات كتيرة جدا هنا، وقدام كل تخصص بيقول لك دي الحاجات اللي انت هتدرسها في التخصص او هتتدرب فيها، يعني ده الاصلي وده الفرعي، الحاجات الفرعية اللي انت هتتدرب فيها، مجالات البحث بتاعك، وهنا حاطط لك البروفيسور لكل مجال، يعني الشخص او الاستاذ الجامعي اللي هيكون مسؤول عن التدريب ليك، فبتقدر تشوف الاساتذة الجامعيين اللي هيكونوا مسؤولين عن التدريب ليك من هنا، تمام؟ تقدر تشوف الملف طبعا بتاع التخصصات وتطلع عليه زي ما انا وريتكم. شروط بقى المنحه دي، ركز معايا في الشروط كويس جدا. المنحه دي لازم انت تكون مقيد في درجه البكالوريوس او ما يعادلها. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي تكون بتدرس درجه الليسانس او البكالوريوس او المرحله الجامعيه او حاجه بتعادلها، زي معهد مثلا حضرتك بتدرس في معهد عالي، او مثلا اي حاجه تكون معادله لدرجه البكالوريوس.
على الأقل يكونوا أكملوا السنة الأولى من الدراسة الجامعية في وقت بداية البرنامج الصيفي. يعني دلوقتي مثلا لو أنت في الترم الأول أو السمستر الأول من السنة أو من الدراسة الجامعية، لو في وقت 9 يونيو 2020 أنت أكملت السنة الأولى من الدراسة، تقدر تقدم على البرنامج. تمام؟ يعني لازم على الأقل في وقت البرنامج اللي هو 9 يونيو 2020 تكون أكملت سنة أولى من الجامعة. بيقول لك لا تحتاج قبل بدء البرنامج الصيفي، لا تتخرج قبل بدء البرنامج الصيفي، وبعد انتهاء البرنامج الصيفي سوف تستأنف الدراسة الجامعية. يعني بيقول لك ما تكونش انت في آخر سمستر أو آخر ترم عند التقديم للفرصة أو عند بداية البرنامج الصيفي، وإنك لما تخلص البرنامج هترجع تكمل الدراسة على الأقل لمدة فصل أو ربع على الأقل. تمام؟ يعني لازم إنك ترجع تكمل دراستك تاني حتى لو ترم واحد متبقي فقط. الأوراق المطلوبة بقى للدراسة، الأوراق المطلوبة للدراسة هي كشف الدرجات، تجيب كشف للدرجات من الكلية بتاعتك، تمام، لآخر ترم أو آخر سنة أنت حضرتها، كتابة مقالات النية. في أبلكيشن التقديم مجموعة من مقالات النية أو أسئلة يعني مقالية مطلوبة منك، لازم تكتب المقالات دي، وحاجة سهلة جدا. مطلوب 2 من خطابات التوصية، وكنا شرحنا في فيديو سابق كيفية كتابة خطابات التوصية وخطابات النية، وهظهر لكم في أعلى الشاشة رابط الفيديو الخاص بهذا الموضوع. ركز بقى معايا كمان في الجزء ده عشان مهم جدا والحاجة دي مطلوبة. بيقول لك إذا لم تكن لغتك الأولى هي اللغة الإنجليزية، يجب أن يكون لديك أي شهادة دولية من اللي حددتها الجامعة. لازم يكون معاك TOEFL IBT بدرجة 72، ايلتس بدرجة 5.5، او اي امتحان اخر حددته الجامعة على موقعها الرسمي. ولكن النقطة المميزة هنا ان الايلتس المطلوب او التويفل اي بي تي المطلوب الدرجة بتاعتهم صغيرة جدا جدا جدا، اي حد يقدر يحصل عليه، يعني 5.5 بسيطة جدا انك يعني تقدر تحصل عليها. في جامعات تانية في اوروبا او في دول تانية بتطلب 7، بتطلب 7.5، بتطلب 6.5، بيبقى الموضوع صعب شوية، انما 5.5 مستوى تقدر تحصل عليه يعني بسيط. كيفية التقديم بقى للمنحة دي، في ابلكيشن اونلاين هنتعرف على طريقة التقديم فيه مع بعض، وابلكيشن بسيط جدا. اخر ميعاد للتقديم هو 3 فبراير 2020، يعني ممكن نقول متبقي ممكن يعني 23 يوم 24 يوم على انتهاء التقديم مثلا. هنا انا حاطط لكم الموقع الرسمي، ده الاعلان الرسمي للفرصة او الموقع الرسمي ليها، وهنا ده ابلكيشن التقديم. تعالى كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي عشان هتلاقوا كل التفاصيل اللي انا قلتها موجوده باللغه الانجليزيه في الاعلان الرسمي للمنحه. ده الموقع الرسمي، هنا محددين لك كل التواريخ، بيقول لك ان اخر ميعاد للتقديم هو 3 فبراير، النتيجه بتاعه البرنامج ده هتطلع في ابريل 2020، يعلنوا الفائزين، هتوصل اليابان 8 يونيو. دي كل التواريخ الخاصه بالبرنامج. وهنا بيقول لك التمويل بتاع الفرصه، التمويل بتاع الفرصة هتلاقي كل الحاجات اللي انا ذكرتها. هنا هتلاقي 180 الف ياباني موجودين. السكن بيقول لك ده شكل السكن هيكون عليهم، يعني سكن ممتاز جدا ومريح جدا، يعني الناس دي او الجامعة دي عارضة فرصة ممتازة وفرصة تدريبية ممتازة جدا. تمام؟ يبقى ده الموقع الرسمي تقدر تتجول فيه بكل سهولة وتتعرف على اي تفاصيل انت عايزها اكتر. طيب خلينا دلوقتي نتجه لابلكيشن التقديم ونحاول نبدأ في التقديم خطوة بخطوة. ده الابلكيشن هيبدأ يظهر معاك بالشكل ده. اول حاجة مطلوبة منك هنا انك تعمل ساين اب او لوجين. طيب اللوجين لو انت اوريدي خلاص مسجل على الموقع ومعاك ايميل وباسورد تقدر تخش بيهم على الابلكيشن مباشرة، ولكن انت كمستخدم جديد لسه فاتح الموقع حالا، يبقى تروح عند ساين اب وتضغط عليها وتبدأ تملى البيانات المطلوبة منك عشان تعمل ابلكيشن او تسجل الاول اكونت على الموقع. اول حاجه مطلوبه منك تحط الايميل بتاعك، تعمل كرييت للباسورد وتاكد الباسورد هنا. تمام؟ تكتب اسمك بالكامل، يعني الاسم الاول بتاعك تكتبه هنا تاني باللغه الصينيه، لو بتعرف تكتب اسمك باللغه الصينيه تحطه، لو مش بتعرف خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. الجنسيه بتاعتك تختار جنسيتك، مغربي جزائري مصري، تختار الجنسية بتاعتك وتكتب الجندر بتاعك، تختار تاريخ ميلادك، وبعد كده بتضغط على المربع ده وبتأكد انك موافق على كل البيانات. تمام؟ وهنا بيقول لك في اخر جزء بيقول لك الامتحانات المطلوبة الايلتس تويفل تويك. تمام؟ يعني في مجموعة امتحانات مطلوبة، انت بتشوف لو معاك اي امتحان من الامتحانات دي بتقدر تقدم عليهم عادي من غير اي مشكلة.
طيب نرجع بقى تاني لجزء الدخول لابلكيشن التقديم. خلاص انت عملت كريت اكونت، تروح عند كلمة لوجن وتضغط عليها، تكتب الايميل بتاعك هنا وتكتب الباسورد وتضغط على لوجن عشان يدخلك للجزء الاخر من الابلكيشن. هنا ده شرح كده بسيط للابلكيشن في الاول، وبعد كده تيجي تضغط على الجزء ده ابلكيشن هنا عشان يدخلك، يعني ده الهوم اللي فيه الشرح، بعد كده ده الابلكيشن. مطلوب منك هنا اربع سيكشنز اللي هم بياناتك الاصليه، وتكتب الخطابات او المقالات المطلوبه منك، وخطابات التوصيه، واخر جزء ده مش مطلوب فيه حاجه، اخر جزء انت تضغط بس على كلمه سبميت ابلكيشن. في الجزء بتاع الابلكيشن انفورميشن هنا مطلوب منك تحط المعلومات الاساسيه بتاعتك، ودي انت كنت اوريدي حطيتها لما جينا عملنا كريت اكونت، اسمك، الجنسيه بتاعتك، تاريخ ميلادك، هكذا. هنا مطلوب منك معلومات الباسبور بتاعك، وهنا الباسبور مش مطلوب بشكل الزامي، يعني لو مش معاك جواز سفر مش مشكله، تقدر تقدم للفرصه دي بكل سهوله. لو معاك بتعمل يس وبتكتب التاريخ اللي تم اصدار رقم جواز السفر فيه، لو مش معاك تضغط على كلمه نو. هنا بيقول لك عنوان الاتصال بيك، ممكن نتواصل بيك ازاي، تكتب اسم الشارع اللي انت مقيم فيه، المدينه اللي انت مقيم فيها حاليا، الدوله اللي انت مقيم فيها، تكتب رقم تليفونك، لو عندك عنوان مؤقت مقيم فيه دلوقتي حاليا بتقدر برضو تحطه في الجزء ده. هنا بقى في الجزء ده ركز معايا، بيقول لك على الهوم سكول انفورميشن، دي بالنسبة للمرحلة الدراسية اللي حضرتك بتدرسها دلوقتي، انت دلوقتي مسجل في جامعة، يبقى تحط بيانات الجامعة هنا، تكتب اسم الجامعة، تكتب انت اتسجلت في الجامعة من امتى، الدولة اللي موجود فيها الجامعة دي، تكتب التخصص اللي انت بتدرسه دلوقتي، المدة الدراسة في الجامعة، يعني انت مثلا عندك التخصص بتاعك هتدرس فيه كام سنة، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، فبتختار السنين المفروض يعني هتنجز فيها البرنامج او هيتم فيها انهاء البرنامج. بيقول لك طيب انت دلوقتي البرنامج عندك من 4 سنين، يبقى انت في السنة الكام دلوقتي، في السنة الاولى ولا في السنة الثانية ولا في السنة الكام بالظبط، تختار. بيقول لك الدرجة اللي انت متوقع تحصل عليها، درجة البكالوريوس مثلا، فبتختار باشلر ديجري، تمام، وبتختار الدولة. هنا بيقول لك ركز معايا في الجزء ده، بيقول لك الدولة اللي انت اخدت فيها الثانوية العامة بتاعتك والسكندري سكول او سكندري اديوكيشن، فبتختار الدولة اللي انت اخدت فيها تعليمك الثانوي. وهنا بتحط الترانسكريبت، كشف الدرجات اللي احنا كنا قلنا عليه، قلنا مطلوب حاجة اسمها كشف درجات اللي هو ده، بتيجي هنا في الابلكيشن وبتحطه برضه هنا، بتعمل له ابلود وبتحطه هنا بشكل بي دي اف طبعا. هنا بيقول لك اختار الحاجة او التخصص اللي انت عايز تدرس فيه يعني او تتدرب فيه، ايه هو؟ ركز بقى معايا عشان هنا هم مش حاطين اسامي التخصصات، وانما حاطين اسامي اساتذه الجامعه اللي هيدرسوا لك التخصص. لو تفتكروا احنا كنا في الجزء ده هنا لما جينا واتكلمنا عن التخصصات، ركز بقى معايا هنا في التخصصات، لما جينا اتكلمنا عليها قلنا لكل تخصص قدامه بروفيسور، تمام؟ فانت هنا بتشوف التخصص اللي انت عايزه والبروفيسور اللي موجود قدامه، وبتروح تختاره هنا في الابلكيشن، الشخص اللي انت هتعمل معاه التدريب ده، تمام؟ في الجزء ده هنا بيقول لك الاديوكيشنال باك جراوند، يعني خلفيتك التعليميه السابقه، ولكن ما تحطش معاها الجامعه اللي انت بتدرس فيها حاليا، بيقول لك بدون اكسكلود كيورنت يونيفرستي، يعني مش متضمنه الجامعه اللي انت بتدرس فيها حاليا لان احنا حطيناها اوريدي هنا. فهنا بيقول لك اتكلم عن تعليمك الثانوي، تمام؟ تحط هنا البيانات بتاعه المدرسه الثانويه بتاعتك، اتسجلت فيها امتى، اتخرجت امتى، ايه المواد اللي درستها فيها، اسم المدرسه، يعني السنين اللي انت قضيتها، يعني بتكتب كل التفاصيل والدوله اللي كانت فيها المدرسه، كل التفاصيل بتكتبها هنا. ولو عندك مدرسه تانية كنت حضرتها، يعني مثلا انت في سنه واحده حضرت في مدرسه وبعدين عملت استكمال في مدرسه اخرى، بتكتب برضو هنا، ونفس النظام دي خانه ثالثه اضافيه. لو هي مدرسه واحده فقط بتعمل الخانه الاولى وبتسيب الاثنين التانيين فاضيين او فارغين، بتكتبش فيهم حاجه. بيقول لك في اللغه الانجليزيه هنا، بيقول لك عندك 3 اختيارات عشان تثبت لغتك الانجليزيه، يا اما تكون انت شخص نيتف في اللغه الانجليزيه، يعني كانت لغتك الانجليزيه هي اللغه الاولى، او تكون درست 5 سنين سابقه على الاقل باستخدام اللغه الانجليزيه، او انك يكون معاك امتحان من الامتحانات دي اللي هي مثلا زي ما كنا حددنا الايلتس، تويفل، بتختار التست نيم هنا، تمام، الايلتس، تويفل، كامبريدج انجلش، تويك، تمام، فبتختار اي امتحان من الامتحانات دي هي معاك، وبتكتب الدرجه وبتكتب انت جبت في كل سيكشن كام او مستواك في كل سيكشن من الحاجات دي، وبتحط طبعا لازم تحط شهاده الاثبات على اللغه الانجليزيه، دي حاجه طبعا مطلوبه هنا. في السؤال ده هنا بيقول لك مطلوب منك ايه، بطلب انك دلوقتي لو حضرتك مثلا خلصت البكالوريوس بتاعك، انت طموحك ايه، يعني انت
لما تخلص البكالوريوس عايز تشتغل على طول، ولا عايز تكمل ماجستير، ولا عايز تكمل دكتوراه؟ يعني ايه اقصى طموحك؟ انت عايز توصل النهاية في التعليم، عايز توصل لايه بالظبط؟ فمثلا انا شخص عايز ياخد دكتوراه، فانا هقول له مثلا انا اخر حاجة احب اوصل لها هي الدكتوراه، في واحد تاني ممكن يقول ماستر، فبتختار على حسب رغبتك ايه اللي انت عايز توصل له في النهاية. في الجزء ده بيقول لك انت سمعت عن المنحة دي ازاي، فبتقول له هنا سمعت مثلا من مؤتمر، سمعت من جامعة تانية، سمعت عن طريق صديق، فبتختار الطريقة اللي انت سمعت عن المنحة دي منها. بيقول لك هل يعني انت قدمت لاي موقع تاني او للجهة، نفس الجهة دي، لاي منحة تانية سابقة، يعني الجهة المانحة هل قدمت ليها قبل كده في منحة اخرى؟ فبتقول نو مثلا. بيقول لك هل شاركت مع البرنامج ده قبل كده؟ فبتقول نو. بيقول لك هنا لو عندك خلفية سابقة عن التخصص اللي انت اخترته، يعني مثلا في شخص اختار ان هو يعمل تدريب في الكيمياء وهو عنده خلفية او درس قبل كده في الكيمياء، فبتعمل ياس وبتكتب الخلفية بتاعتك او التجربة اللي انت خضتها قبل كده في المجال ده. لو ما عندكش خلفية خلاص بيقول لك ده مش بيأثر، وبتضغط على كلمة نو عادي. بيقول لك هنا بقى في الجزء ده في الصفحة دي اخر حاجة التأكيد على البيانات اللي انت حطيتها فوق ديكلاريشن هنا، فبتضغط على كلمة ياس خلاص وبتعمل سيف وبتخش على الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده عندنا هنا اللي هو ستيتمنت اوف بيربز، يعني الجزء الخاص بالمقالات النيه، او في مجموعه مقالات مطلوبه منك، مقالتين لازم تكتبهم. في المقال الاول مطلوب منك انك توصف ليه انت عايز تنضم للمعمل او التدريب ده، يعني فليكن انت اخترت تخصص الكيمياء انك تعمل تدريب فيه، اذكر كل التفاصيل عن البرنامج ده وانت ليه عايز تنضم ليه، يعني ايه هدفك من الانضمام، وايه اللي انت هتتعلمه من البرنامج ده او التدريب اللي انت هتخوضه في التخصص ده. تاني سؤال بيقول لك عايزينك تعمل زي بحث كده او خطة بحثية عن المجال اللي انت عايز تنضم ليه، وتعمل خلفيتك عنه، وتعمل ايه الميثودز اللي انت او الطرق اللي انت هتستخدمها في التدريب ده، يعني انت مثلا ممكن تنمي مهاراتك ازاي من التدريب ده، وايه الطرق او الابحاث اللي انت ممكن تعملها في هذا التدريب، تمام؟ وايه النتيجه المتوقعه اللي انت ممكن تاخدها من البرنامج ده، يعني مثلا واحد لو اتدرب في برنامج خاص بالكيمياء مثلا، هو متوقع مثلا ان هو بعد كده هيقدر يجري ابحاث مثلا كتيره، او هيكون ليه خبره كبيره، يشتغل مثلا في بوزيشن معين او مجال معين، فبالتالي هتفيده جدا. يعني كل واحد بيقول النتيجه المتوقعه من خلال تفكيره هو. بعد لما بتملى المقالتين دول بتضغط على كلمه سيف وبتخش على الجزء اللي بعده اللي هو letters of recommendation اللي هو خطابات التوصية. وخطابات التوصية هنا مطلوبة بشكل اونلاين، وكنا شرحنا قبل كده يعني ايه الشكل الاونلاين ده. فبتيجي بتضغط على كلمة choose recommenders وبتضغط عليها، وبتكتب اسامي الاشخاص اللي المفروض يعملوا لك التوصية، تضغط بتحط اسمهم الاول الاسم الثاني، بتحط هو دلوقتي مثلا ماسك بوزيشن ايه، والجامعة او المؤسسة اللي هو بيدرس فيها واللي هو شغال فيها وايميله، وممكن تكتب له كل نوت هنا او حاجه مثلا، يعني ملاحظه تقول له مثلا ان انا مقدم في المنحه دي ومحتاجك انك تعمل لي توصيه مثلا معينه، وبعد كده بتضغط على كلمه سيف. وبعد لما بتضغط على كلمه سيف هتلاقي ان الريكومندر الاول بيظهر لك هنا، وبعد كده تعمل تشوز ريكومندرز تاني، وبعد كده يظهر لك ريكومندر تاني لان هو مطلوب هنا اتنين ريكومندر. وبعد لما خلاص بتنتهي من الابلكيشن بتاعك بيتم ارسال رساله الى الايميل بتاع كل شخص من الاشخاص اللي انت كتبتهم، وبيكون بيحتوي على ريكويست كده، هم بيجاوبوا على الاسئله اللي فيه، وبيحطوا خطاب التوصيه بتاعك في الابلكيشن ده، وبيرجعوا تاني يبعتوه للجامعه. اخر حاجه بقى اللي هو سبميت ابلكيشن، اللي هو خلاص انت كتبت كل البيانات بتاعتك. هنا بيقول لي طبعا انت ما مليتش كل الخانات، فبالتالي سبميت ابلكيشن لو ضغطت عليها مش هيعمل اي حاجه، فبيقول لي لسه في بيانات انت ما كملتهاش، ما عملتش ريكومنديشن، ما عملتش المقالات، فبيقول لك لازم تخلص كل البيانات السابقه في الثلاثه الفايتين دول، وبعد كده بتيجي على اخر جزء وبتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن. بعد لما بتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن وبيكون كل حاجه مكتمله عندك كده، انت قدمت للمنحه بكل نجاح، وبيوصلك ايميل تاكيد او رساله تاكيد على الايميل بتاعك بيقول لك انت كده مليت للمنحه، انتظر النتيجه في شهر ابريل، تمام؟ يبقى كده شرحنا كل منحة. فرصة ممتازة جدا، سكن شفناه ممتاز ومريح جدا، بيدوا 180 ألف ين ياباني، 1644 دولار، تذاكر طيران عليهم، رحلات إلى الخارج عليهم، ممول بشكل كامل. ونحب نأكد على نقطة كمان، إن البرنامج ده متاح للناس اللي بتدرس حاليا في درجة البكالوريوس، وليس للناس اللي خلصت درجة البكالوريوس أو بتدرس الماجستير أو أي درجة أخرى، تمام؟ أتمنى يا رب تكون المنحة دي مفيدة ليكم، وإن شاء الله بالتوفيق والقبول فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.